خمسة قتلى على الأقل وحوالي 300 جريح بحسب المعارضة الأوكرانية هي أول حصيلة دامية لضحايا الحركة الاحتجاجية المستمرة في العاصمة كييف منذ نحو شهرين. وتطالب المعارضة باستقالة الحكومة معربة عن رفضها لإقرار البرلمان قوانين تشدد العقوبات ضد المتظاهرين وتقيد الحريات. وقد استمر المتظاهرون في تجمعهم في الشارع المؤدي إلى مقري البرلمان والحكومة، حيث ألقوا زجاجات حارقة على قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص المطاطي والقنابل الصوتية. وفي محاولة لحل الأزمة السياسية ووقف أعمال العنف خاصة، أجرى الرئيس يانوكوفيتش محادثات مع ثلاثة من زعماء المعارضة استمرت لثلاث ساعات. وقال بشأنها أحد زعماء المعارضة الحاضرين وهو فيتالي كليتشكو إنه لم يلحظ نتائج ملموسة، بعد أن طالب الرئيس بالدعوة إلى تنظيم انتخابات قريبا وبإلغاء القوانين التي تقيد الحريات. ونتيجة لذلك حث كليتشكو مؤيديه إلى الثبات في ميدان الاستقلال إلى غاية تحقيق مطالب المحتجين. إلى ذلك ندد الاتحاد الأوروبي باللجوء إلى العنف في حل المسائل السياسية، كما لوح وزراء خارجية في الاتحاد بفرض عقوبات ضد نظام يانوكوفيتش، فيما سحبت الولايات المتحدة تأشيرات لعدد من الأوكرانيين. Я не в тебе!